كثير. اوبا رقوتي، فيكي تفضحي لي سر قدام كل الناس؟ رح ارجع عدلك. فيكي تفضحي لي سر قدام كل الناس؟ سر؟ شو بتقولي لحالك كل مرة قبل ما تطلعي على المسرح؟ طب بتضلك هيك؟ أول شي بقول الله. الله. تاني شي هيك بغازل حالي شوي على أساس ما في حدا بغزلني كثير. أنا بغنيش حالي، معودة، أنا براضي حالي وأنا كل شي. خليك الست هيك تعمل. ايه بقول انت حلوة يا مادونا ومهضومة والناس بتحبك، ولك قديش بحبوني. انت مهضومة يا مادونا. طب ولما بتفلي غير برافو مادونا شو بتقولي؟ لما بفل انت ونازلة على زقفة الجمهور بحس حالي عم بحلم هيك ضريحة على البيت، وقاعدة مبسوطة بهالزقفة. ان شاء الله دايما بتسمعي هالزقفة. الفنان ما بياخد تقديره بالحياة إلا من محبة الناس وهالزقفة الحلوة، هيدي رسماله. ثانك يو لحضورك. ميرسي كثير لإلكم، ميرسي للمخرج، ميرسي لهالبرنامج الحلو، بتمنى التوفيق للكل، لأنه أنا موجودة بيناتكم الليلة لشجعكم، وخليكم شوي تتذكروا إنه كان عنا بقلبنا أمل وطموح إن نصير كبار. فانتو يا هالحلوين مش هقلكن صغار، يلي انتو هلا مبلشين هالجيل الجديد، بتمنى انه تنجحوا وتوصلوا وتحققوا كل احلامكم، بس ما تنسوا تحترموا الكبار مثل ما نحن احترمنا كبارنا. وقد ما جربوا يعملوا